الموضوع له كده ايه منهجية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، أهل المدينة يترقبون، بل العالم كله يترقب. لما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، البيان الأول، الكل ينتظره، البيان الأول لأعظم نبي، البيان الأول لأعظم قائد على وجه الأرض، ودائما الانطباعات الأولى تدوم. فكل أهل المدينة بل العالم كله أذن صاغية. ما الذي يقوله محمد؟ المسلمون وغير المسلمين ينتظرون والكل أذن صاغية. ممكن هذا القائد العظيم يقعد يقول خطبة رنانة طويلة جدا، لكن الموضوع كان في غاية الإيجاز وفي غاية الوضوح وفي غاية الصراحة وفي غاية السلام، مقل ودل جداً اللي فيه كل حاجة، كلمتين جداً فيهم كل حاجة، جوامع الكلم، وقف أمام الجميع. أيها الناس، خمسة، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام ولينوا الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تلاحظي حضرتك الكلام كله سلام في سلام. صحيح. يعني لما يقول أيها الناس، لأنه مش خطاب فئوي ولا خطاب حزبي، ده خطاب عالمي، لأن ديننا دين عالمي، الدين الإسلامي رباني المصدر، عالمي الدعوة. أول آية فيه الحمد لله رب العالمين، ما قالش الحمد لله رب المسلمين ولا رب المؤمنين ولا رب المتقين، وإنما رب العالمين. آخر سورة في المصحف سورة الناس، مش سورة المؤمنين ولا سورة المؤمنون، لا، ده سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، كل الناس، لكل الناس. فالإسلام دين عالمي، فالخطاب نفسه خطاب احتوائي يحتوي الجميع، من يؤمن بي ومن لا يؤمن بي. خطابي للناس جميعا، أيها المؤمن، يا غير المؤمن، أول شيء مطلوب منكم أطعموا الطعام، ده اللي احنا بنسميه الأمن الغذائي، سلام غذائي. وصلوا الأرحام، سلام اجتماعي، عيلتي، تمام؟